لاباس، احنا خرجنا من الطبيب وجينا للمشكاره باش نشوف ديك الشكايات اللي دايره. واخا عرفتي شدني واحد الحرق في كرشي الشكوى، ولكن واخا كنت جينا بالطاكسي ب 35. ايوا خاصنا نغتنم الفرصه، وغدا دابا داروا معنا ان شاء الله حولوه عند الطبيب المسالك البوليه ويشوفوا شنو كاين. دعواتكم بالصحيبة ما يكون والو، والله ان شاء الله يكون خير. ها وليدات، اشكرت لنا المعلومه ديال الوريقات. تنونة السلام عليكم، كيف حالك محمد؟ السلام عليكم. ملي كنتاو تنديروها كيدينا فمنا، ها العزيز مشيتي عند الطبيب؟ لا جاي عندي، ها لا جاي حدايا تكا عليا، وانا بغيت نتكا عليك انا خويا، انا بغيت نتكا، انا بغيت نتكا على شي واحد. اوكي حنا متكين على من؟ على من متكين حنا؟ على من؟ على الله ونعم المتكئ. متكين على المتكئ، المتكئ الذي لا يميل، الذي لا يخذل ولا يكل ولا يمل، نعم المتكئ الله سبحانه وتعالى. ياك هاو ندخلوا عند الطبيب. ما قصوي بالطبيب؟ لا شكلها غادي ندخلوا مع 11. السلام عليكم صاحبات، كيف لاباس عليكم؟ انا دي وليداتي للمدرسه، مده ما مشاو. فاتو انت ما كتمشيش معاك؟ كتمشي معايا للطبيب؟ ايوا ما عندي فين نخليها، وما نخليهاش بوحدها وما نخليهاش مع شي حد، كلشي ملحوق. نعلم وليداتنا في الدار، نحاولوا نعوضهم ولا نخليوهم؟ اختي راه الكوارث كتجي غير من التصيلات، تخليش ولادكم مع حتى شي كائن، والله لا تستهتروا، الثقة ما كاينش. السلام عليكم محمد. السلام. درتي شوية دابا شوية توتة؟ اها. اشتقتي للمدرسة؟ نعم ان شاء الله. تقولوا من المتفوقين. ولكل مشاهد نصيب. السلام عليكم صاحبات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحة لاباس؟ كي داير الأحوال؟ غبرت عليكم. ايوا والغايب عذره معاه، هاد الايام كلها من طبيب لطبيب، من مستشفى لمستشفى، من راكم عارفين اختكم بوحدها معنا الله سبحانه وتعالى. حتى بنيتها كتمشي معايا، ما كانتش من راسها حيت ما عندي معاها نخليها، وراكم عارفين انا ما كنثق في حد، وسلم جرب لاتصال الطبيب. اللهم وليداتك حداك ولا تحطيهم، انا كنفضل تحطي ولادك بوحدهم وتدي عليهم الباب، ولا تخليهم مع شي قماقم يخليو في ذاكرتهم مواقف خايبة ولا هذا. المهم الصحيبات، حتى البنيته غابت، الوليد تقريبا راه دابا شي 10 ايام ولا مشينا لداكشي ديال على حساب الرب، جاتو ازمه راكم شفتوا اللي كاين، حتى الطاكسي اللي يديك ما كيبغيش يوقف، ثلاثه ترونسبور حقيقه، ولات السياره ماشي من الكماليات، ولات من الاشياء الضروريه.
يعني انسان انا كنصح انسان جاتو فرصه يدير بيرمي يديرها يديرو وياخد غير خريشيشه اربعه د البيضات يهزوك، خاصه ملي يكون عندك مريض مزمن، مريض ديال مريض بشي مرض اللي هو مزمن، وهذا ضروري يكون عندك شي وسيله نقل. ايوا وربي سخرنا الحمد لله، لقينا طاكسي ومشينا وداروا الاسعافات وخا طولات، وخا هكاك ديتهم من المدرسه يعني حيت الغياب بزاف. انا كنقريهم في الدار زعما ماشي كي يعني، ولكن مني شويه دابا هلا ديتو، ولكن خاصنا علاجات جذريه لهذا الشيء. حنا تعطلنا جينا عام لقينا مصائب وكوارث اللي اخرتنا في العلاج ديال هاد الولد، اللي اصلا هاد الولد جاي من داك السودان باش يتعالج، فهمتي؟ فضاع الوقت ونتمنوا من الله يكون ما ضاعش. كانوا حولونا اللي عند الطبيب ديال الكلاوي فاش كان نعس تما، ولكن راكم عارفين الظروف، حيت هو نعس وكان الجمعه تقريبا شي 3000 درهم وانا ماشي في استطاعتي نخلصها، هما دخلونا غير معامله لانه الحاله كانت ايرجون وكان ضروري ينعس، ولكن قالك في حالة رجعتي خاصك تخلصيها. حقيقة كان وقفوا معنا ناس وهذا، وإنما ما راكم عارفين كان هناك شي حاجات عاوتاني اللي مهمة، راكم عارفين السكن، عارفين هالموضوع. لقيت هنا بزاف ديال الضوء ما مجموع على مولاه، دابا نوريكم الوثائق اللي أنا مازال كنخلص فيه يعني، وكنت غادي نوريكم هذا ساعه ملي جا المرض، ربما المرض اولى بالوقفه ديالكم والمساعده ديالكم. اما الموضوع هذاك مجموع على مول هاد الطويره مجموع عليه تقريبا شي 84000 ريال اللي خلصت منها انا، 24000 ريال، في حين ان مول هاد السفن دابا ما كاينش. وخات وصلت مع الناس اللي تيعرفوه كلك هو ما كاينش، ما عندهم هما ما يديروا، وانا تقطع عليا الظروف مشتو تقطع عليا حتى الماء، كون ما خلصتش ديك 24000 ريال كجزء كره تقطع حتى الموضوع نهائيا. فالمهم كنت غادي نوريكم هذا الشيء، وكنت تواصلت مع واحد الجريده كنت غادي نصور معاهم ساعه مني قبط الولد في كوكار، مني مشينا عند واحد الطبيبة حتى هي في النيت في كوكار شخصت الحالة ديالو، هي كانت عطاتني هذا. أنا غادي نوريكم شنو عطاتني الطبيبة ديال الدقة ديال الحساسية، عطاتني هاد جوج وثائق، عطاتني هادو كعلاجات هادو، وزاد عطاتني هادي ديال تشخيص الحساسية، هذا اللي تحليلة غالية كتوصل لألف درهم وكتر، هذه اللي أصلا خاصو يدير، قالت لي خاصو باش خاصو على الأقل من دابا سيمانة يديرها على ما يصفى الجسم ديالو من الكورتيزون، ضروري يدير هاد التحليلة وياخد هاد العلاجات. وانتم كتعرفوا حاليا أنا ما عندي حتى شي تغطية صحية، هنا مع الربو مع الضيقة. غادي نجيو لهادي ديال الكلاوي، هنا فاش كان داروا له الاشعه على حساب الكلاوي، راه هذا طويل بزاف هاد الشيء، هادي فاش كان نعس، هادي فاش كان نعس. وانا ما كانش عندي باش نخلص، راه جمعات عليا تما في الطبيب، واللي اللي دار اسم ولدي غادي يلقى فعلا، انا راه مجموعه تما النعاس وديال العلاجات. وهادي فاش كانوا هادي هنا فاش نعس عطاونا هادي، وهنا كمل كنكمل العلاجات 3 ايام، جلس سيمانه و 3 ايام بقيت كندي ونجيبو حيت كانت معايا البنيته وقالوا لي ما يمكنش البنت تبقى اكثر من هكا. هذا ديال الضيقه اللي كانت عطاتني حتى هي، عطاتني 3 ديال الوثائق اللي خاصني نديرهم له. وغادي نمشيو دابا للمرحله ديال الكلاوي. الكلاوي هنا كانوا هنا كانوا في CHO عطاوني هادي هاد ريبورت، عطاو ليا قالوا لي باش يتحول لطبيب الكلاوي ضروري، فحنا تعطلنا. فدابا مع هاد المرضى اللي وقعت له
الحمد لله بتدخل واحد الحبيبه جزاها الله اللي مهم ولي ترجعت للسي اتش او وقابلت الطبيب ديال الكلاوي. الحبيبه هي والاخت ديالها الله يرحم ديك الميضه وداك الوالد، الله يجعل هاد الوقفه في ميزان حسناتكم انت وكل الاحباء الرحيمون. لا شك ان كل وحده منكم بصمات بصمه مع الله سبحانه وتعالى، مع الولد ديالكم محمد. انا تنقولها ان هاد الوليدات ماشي ولادي، ولادي وليداتكم انتم احبائي الرحيمون اللي هما كانوا مساكن ضيعين في واحد الحاله في واحد البلد، كانوا في واحد الشقه ولكن في واحد الظروف اللي تكالبت عليا وعليهم، اللي هاد المرض اللي وصلوا دابا الولد بسبب هذيك الحاله الهشه ديال داك البيت اللي كنا فيه. الولد عنده مناعه ضعيفه، كان كيستنشق غير الغبابر الغمه انا خرجت تما مغمومه، انا خرج كنحس راسي كبير بديك الغم والهم اللي في ديك البلاد اللي عشتو. الحمد لله راه ما يعرف قيمه العلاج غير اللي عاش شي دوله اللي عاش هالظروف ديالي. غير فكره انك الطبيب يعطيك واحد لوغدونونس وانت ما كتلقاش الدواء راه في حد ذاتها مصيبه كارثه، راه توفر العلاج في حد ذاته نعمه، الادويه في الصيدليات في حد ذاتها نعمه وان كانت غاليه، تقدر تسعى وتشريها، تخدم وغتسعى وتشريها، فهمتي؟ المهم كاينه متوفره. فما بالك انسان مريض وكيكتب له الطبيب واحد لوغدونونس وما تيلقاهاش وتيبقى تيعاني بادويه بديله او ادويه ذات جوده قليله. ما نساوش حتى الادويه راه فيها درجات، راه درجه اولى ودرجه ثانيه، راه بحال حتى الدواء راه فيه وفيه. كاين دواء اللي تيكون ديك الاضرار الجانبيه ديالو قليله، كاين دواء اللي تيكون ما عندوش واحد الجوده، هو راه تيعالج شويه وانما راه تيضر بزاف. بحال دابا الولد اللي تضرات المناعه ديالو، الولد اي حاجه يقدر يمرض منها، اي حاجه تقدر تاثر عليه. وهانتوما كتشوفوا دابا بداك الميكروب في المسالك البوليه اللي اثر عليه. ما مختنش انا من جيت لهنا، ماشي اختي انا كان عندي سهل، انا كون كان الموضوع اختي انا غنهزو، انا جاتني فرصه باش نختنو مجانا عن طريق واحد الجمعيه وانا ما بغيتش، حيت الموضوع ديالي ماشي موضوع اختي انا، الموضوع راه ابعد من هذا. الولد راه خاصو تحاليل وخاصنا دكتور المسالك البوليه، دكتور الكلى، تحاليل، بحال وصلنا له دابا بحال هو هذا الشيء. ملي شافوا طبيب الكلى فحص الوليد مباشره حولوا عند طبيب المسالك البوليه. طبيب المسالك البوليه اشنو عطاني؟ وهنا كنتمنى الوقفه ديالكم احبائي الرحيمون، فتحنا لكم قوس تاخذوا معنا الاجر. انا حتى انا كناخذ الاجر في هاد الوليد، واخا هما وليداتي وهذا واجبي، ولكن عندما تخلص العمل لله تعالى عندك الاجر فيه. الحمد لله، نسأل الله أن نكون من المخلصين. أنا نأدي مهنة الأم بإخلاص، والله سبحانه وتعالى هو اللي غيجازيني. وأنتم أحبائي الرحيمون اللي سخركم لينا الله سبحانه وتعالى على مدار سنوات، هنا جاتكم فرصة توقفوا معنا وتشاركوا معنا الأجر في ميزان حسناتكم. كذلك الاخت المتتبعه قالت لي، قالت لي ديري فيديو وهذا، لان الولد خاصو حيت هو راه عطاني 6 شهور ولكن الحاله ديال الولد مستعجله. حنا تعطلنا اصلا عام، قلت له انا تعطلت عام ما عنديش باش نخلص داكشي اللي نعس فيه الولد، ما قدرتش نرجع، بقيت مركزه غير مع الضيقه، مركزه غير باش نقريهم، انا كلشي ناضلت فيه مع هاد الولاد، وانا حياتي كلها نضالات، وهذا الشيء فيه حكمة عند الله سبحانه وتعالى. غير باش نقريهم صحابكم، غير جيتو دخلتهم المدرسة راه طلعتو هبط،
غير باش نسكن، غير باش ندير، غير باش هذا، غير السكينه ديالي. نتوما كتشوفوا اللي قائم عليها نزاعات وصراعات. للتليفون ديالي دابا مخود مني اللي فيه وثائق مهمه وفيه اشياء مهمه ديالي ووليداتي الدوليه عين باين، ودابا انا دايره شكايه عام، في حين الناس قالوا لي بلي التليفون ديالك راه كتستخدمه هذيك الاخت وكتتعامل به وكتسخ، كيفاش دارت حلاته كيفاش هذا، حيت انا النهار اللي تعدوا عليا صورتهم فهما مشاو ربما شوف شنو داروا له باش حلو باش حيدوا داك الدلائل، فهمتي؟ فما علينا هنا داك الشيء. حنا دابا ديال الشكايه، دابا انا اللي كنركز فيه هو المرض الولد والعلاجات. هذه كلها تحاليل ليكوغرافي، هذه ليكوغرافي، هذه كلها تحاليل وغاليه. الناس سولوا وعرفوا بلي الاثمنه ديال هذا الشيء غالي. هانتوما هذه كلها مجموعه تحاليل. الطبيب قال لي ديريها، قلت له انا زعما ليش نديرها هنايا حيت انا راه عليا مستحقات المستشفى ما دفعهاش. قال لي المهم حاولي ديريها باش نستعجلوا في هذا الشيء. هانتوما هذه كلها تحاليل وعلاجات. فانا فتحت لكم القوس احبائي الرحيمون، هنا كنتعاملوا مع الله لوجه الله، وهذا الولد اكيد ولدكم ماشي ولدنا، ونتمنى من الله ما تخذلوناش وتوقفوا معنا كما وقفتوا معنا. انتم مسجلين معنا مواقف مسجله عند الله سبحانه وتعالى، فان شاء الله نتمنى كذلك توقفوا معنا مره اخرى. وسبحان الله جات مع العواشر، وسبحان الله مشينا من طبيب ديال الرئه وديال الصدر تحولنا مره اخرى عن طريق الاخت الحبيبه جزاها الله هي والاخت ديالها. دخلنا عند طبيب ديال الكلاوي، دخلنا عند طبيب ديال المسالك البوليه، وان شاء الله تكلل هذه الوقفات بالنجاح ونديروا هذه التحاليل والليكوغرافي. هذه كلها تحاليل وكلها بمبلغ وقدره يعني ماشي سهله. فاذا استعجلنا ودرناهم ان شاء الله يكون خير. انا القناه انتم تتشوفوا خرجاني الكود، راني ما خدامش فيها، ما يمكنليش هذاك الشيء اللي كتشوفوا في هذا اليوتيوب. راه سمحوا لي صاحبه طفال التليفون الساعه ديال الهاتف ما قداتش، فقلت لكم الصاحبات ما يمكنليش. انا اعتقد ان هذوك الناس اللي تيصوروا هذا هي اعتقد مجرد سيناريوهات. لا يمكن انسان يكون يعيش ماساه حقيقيه ويقدر يصور. تقدر تصور هكا لقطات صامتة لكن صعيب صعيب، وقسما بالله ثقيلة. انا عن نفسي انت نفشل تيطيحوا لي اليدين. دابا شي انا هاد اليد، وانا ما تنهضرش على نفسي، شي هاد اليد هادي عرفتي راه جدني فيها واحد الحريق. عرفتي البارح ما نعستش، جدني فيها واحد الحريق يا صاحبات. هنا هاد البلاصة هادي وجهت هاد الصدر هنا، وعمرني ما درت تحاليل ولا فكرت ندير تحاليل ولا فكرت نشوف ولا نعرف شنو كاين ولا. بعد ما كنخدو لي بران وصافي، وكتحرقني وكنطلق منها الحاجه، تنكون هذا الحاجه وتطلق. ولكن هذه من شيم الام اللي هي عندها نكران الذات، دائما تبدي وليداتها على نفسها. ونتمنى من الله يكون خير، والله سبحانه وتعالى معنا ومعكم. وانا اثق ان الله سبحانه وتعالى غادي يسخر لنا اللي وقف معنا كيف سخر لنا، كيف لا يزال حنا ماشيين بتساهيل ديال الله وتسخير الله سبحانه وتعالى. وهاد الوليدات راهم وليداتكم، كونوا على يقين لانكم ساهمتوا بزاف. ونتمنى من الله توقفوا معنا كذلك في هاد المره. وقالك فرش لوليدات الناس فين يتغطاو وليداتك. الانسان دائما يحب لوليدات الناس داكشي تيحب لوليداتو. ما نكونوش انانيين، ومين ندعيو مع وليداتنا نحاولوا ما امكن ندعيو مع وليدات الاخرين قبل من وليداتنا. هكذا ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، من شيء الذي نحب سبحان الله. البر من شيء اللي تنبغي، ماشي من الاشياء الجانبيه ولا هذا. حاجه كتبغيها هي اللي كتعطي منها
هنا كتنال البرد الله سبحانه وتعالى ونتاجر مع الله وسعدات اللي لقى فين يدير الخير وفين يساعد وفين احنا اليوم كاينين وغدا نقدروا نكونوا نقدروا ما نكونوش. ايوا الله يكون معنا ومعكم في ضائقة القبور وينور القلوب القبور ديالنا عندما كنبقاو بوحدنا في ظلمة القبر. الله ينورها بأعمالنا وبالرحمة الله سبحانه وتعالى. خليتكم رحمة الله، سمحوني لما ارتبكت راني محدودة صحيحة. يلا في أمان الله. أنا غادي نحط لكم نيميرو التليفون ونحط لكم نيميرو كونت وأتمنى تكونوا معنا. نحن كمغاربة سجلنا بزاف المواقف، إن كان في زلزال اللي كان قبل في الحوز، في مواقف عدة دائما نسطر بما من ذهب مواقفنا وتكاتفنا وخا كيقولوا أن المغاربة ماشي متلاهمة، وبالعكس حنا فوق الشدة كنلقاو بعضياتنا والحمد لله. يلا في أمان الله.